مشاهدينا الاعزاء، مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم من برنامجكم عزومه بيتي. حلقه النهارده حلقه مميزه جدا، حلقه عن الفن الطربي، الفن الاصيل، ومعانا ضيفنا الكريم، ضيفنا العزيز الفنان رضا البحراوي. اهلا بيك يا استاذ محمد. يا اهلا وسهلا بيك يا استاذ. عايزين نعرف بقى سياده المشاهدين عن الاسم اللي هو رضا البحراوي، هل تشابه اسماء ما بين الفنان رضا البحراوي ولا هو كلقب؟ تشابه اسماء ما بيني وبين الاستاذ رضا البحراوي. وعامه انا بجد من اشد المعجبين بالاستاذ رضا البحراوي، عشان هو انسان بصراحه يستاهل كل خير ومطرب محبوب، وانا ليا الشرف ان انا اكون ليا اسمي على اسمه. هو فنان جميل جدا ويستاهل كل خير، الفنان رضا البحراوي. فياريت بقى تسمعنا حاجه عن الفنان رضا البحراوي. انا هسمعك اول حاجه هو منزل لسه جديد، هتكون ان شاء الله تعجبك باذن الله. انتو مين؟ انتو مين؟ انا مش عارفكم، سامحوني سامحوني يمكن مش شايفكم، اصلي فجأة سمعت عنكم من يومين. انتو مين؟ انتو مين؟ انتو مين وبقيتوا ايه؟ مش بالحكاية، اهم حاجة تعرفوا ان انتو مش فارقين معايا معايا. خدوا لكم فرصة وفكروا قبل ما تعلوا تكبروا، لسه ما لسه توصلوا بالنسبة لي صغيرين. انتو مين؟ انتو مين؟ الله عليك. وطبعا الفنان رضا البحراوي من الناس المحترمة جدا. طب احكي لنا بقى عن مشوارك الفني، ومين شجعك عليه ومين اكتشفك فيه في نفس الوقت. والله مشوار الفن ده بصراحة يعني قصة طويلة حقيقة. يعني أنا اللي كان جنبي دايما بصراحة صحابي، هم اللي بيشجعوني دايما على الغنى، وهم دايما اللي بيقولوا صوتك حلو. حتى برضو لما ظهرت صوتي للناس الحمد لله يعني عجب الناس كتير، وطلعوا كان على المسرح، إن أنا أحببت يطلعوا على المسرح من الناس. يعني الناس هم أكتر حاجة اللي شجعوني على الغنى. كنت دايما كل لما اطلع مسرح واغني الاقي الناس مبسوطه والناس تغني والناس فرحانه، اللي هو الجمهور. حمد، ايوه طبعا. ده اللي شجعني اكتر على الغنى، وده اللي خلاني اكمل. وتاني حاجه طبعا والدتي، يعني ربنا يخليها لك دعاها بصراحه، هي اللي في المكان اللي انا فيه حاليا دلوقتي. ربنا يبارك لك فيها يا رب. ربنا يخليك يا رب. طب ما تسمعنا حاجه عن اغانيك انت الشخصيه. اغانينا الشخصيه بقى، انا بحب جدا بصراحه من الاستاذ مصطفى كامل ده، انا بحب اغني له جدا جدا يعني. طب سمعنا حاجه كده للفنان. يا رب انا مسامح ومش بعتب عليها، يا رب ثابتني وانا ما بقتش فيها، يا ربي ما اسمع يوم خبر وحش عليها، ما تعدى من عمري ولا ألف عمر على عمري مر بيا، برضو هي اللي كانت حب عمري. ورجعنا بعد الفاصل، وبعد ما استمتعنا بأغنية أنا مسامح بتاع الفنان مصطفى كامل الفنان العظيم، لنا طلب بقى عند الفنان رضا البحراوي. في ناس حبايبنا من اسكندرية طالبين أغنية. عيوني. فياريت نسمع الأغنية.
عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لنا صاحية ولا نايمة ما بسهرش، يبات الليل يبات سهران على رمشي، وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم. روح 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 يا نوم من عين حبيبي، روح الحبيب لما هاجرني هاجرني خلى للعازول كلام، انا قلت له يا حلو واصل واصلني، قال لي دوب نار الغرام نار الغرام نار الغرام، يا قمر قلبي بحبك اه بحبك، وانت ليه تهوى الغياب، كل ما يسعدني قربك ايوه قربك يحجبك عني السحاب، يا قمر قلبي بحبك اه بحبك، وانت ليه تهوى الغياب، كل ما يسعدني قربك ايوه قربك يحجبك عني السحاب، وفيها ايه وبايدي ايه ده غرام حبيبي حبيبي مقدرش عليه، وفيها ايه وبايدي ايه ده غرام حبيبي حبيبي مقدرش عليه. اكيد طبعا اكيد. طيب ايه اللي خلاك ما تتجهش للشعب المهرجانات عامه؟ لا هو المهرجانات انا عامه كرضا بحبش المهرجانات. ايه السبب او ايه المسبب لها؟ يعني السبب ان هي اللفظ اللي بيتقال في الكلمات. اما احنا مش ضد اغاني المهرجانات، لا بالعكس، اغاني المهرجانات ديت ناس كتير بيغنوها وناس كتير بتسمع، مصر بحالها عامه كلها بتسمع المهرجانات، بس الالفاظ اللي في اغاني المهرجانات مظبوط مظبوط دي اللي الناس مش حباها ودي اللي الناس مش عايزاها. طب ايه رايك في القرار بتاع نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر؟ والله قرار الاستاذ هاني شاكر يعني هو في نفس الوقت حلو وفي نفس الوقت وحش. ازاي يعني حلو؟ ان هو وقف المهزله اللي بتحصل كفي لحن كفي اغنيه، مفيش كلمات، اي حد دلوقتي يطلع عايز يغني بيطلع يغني مهرجان يسجل مهرجان بيبدا الحوار من هنا. وفي نفس الوقت ان هو وحش ان هو برضو في ناس كتير بتاكل عيش من ورا الاغاني المهرجانات وفي ناس فاتحه بيوت كتير، فهو ده السبب مش اكتر. دي حقيقه فعلا. طب تسمعنا حاجه بقى حلوه. حاجه حلوه؟ اه حاجه عيوني. على ذوقك انت كده. عيوني طبعا. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه،
رمش عينه اللي جرحني رمش عينه ليلة من ذات الليالي كنت خالو قلبي خالي السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي فات عليا الحلو الاسمر رمش عينه رمش وقال لي حب واسهر رمش عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه شفة ورد وسنة لولي من بعيد تبسمولي صوروا للحب جنة واعمليه يا ناس قولولي غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت أمري غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت أمري رمش عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه. الله عليك الله عليك. ومعنا اتصال. اهو السامي اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم اخبار سعادتك؟ يا اهلا وسهلا بيك يا مرحب. سهره سعيده ان شاء الله. الله يخليك واحنا اسعد بيك ان شاء الله. والنجم كده رضا البحراوي كده ومستقبل باهر ان شاء الله قدامه. الله يخليك الله. حبيبي رضا دوت يعني من المواهب اللي هي بقى لسه بادئه بس دي مستقبل باهر ان شاء الله. ان شاء الله. حابب تسمع ايه من الفنان؟ وان شاء الله بامر الله برنامج ناجح وبامر الله ربنا موفق ليك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك الله يخليك. وعايزينه بقى كده يظبط زينا النهارده احنا قاعدين سهرانين على فكره بنسمع واحد موهبه زي كده. وحضرتك منين يا سامي؟ انا من القاهره. يا اهلا وسهلا بيك يا مرحب. اهلا بيك يا فندم. يا اهلا بيك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا يا فندم شكرا. الله يخليك. عايزين نسمع عايزين معانا اتصال تاني. الو. ايوه اتفضل. الو. اتفضل يا استاذ شريف. معاك الاستاذ شريف. يا اهلا وسهلا بيك اتفضل. كنت عايز اهني الاستاذ رضا البحراوي على اغانيه الحلوه. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا استاذ شريف. حابب تقول حاجه للفنان تاني؟ عايز اعرف ايه الجديد عنده الايام القادم عنده. ايه عايز اعرف والله ان شاء الله احنا حاليا بنحضر اغنيه الشاعر ان شاء الله احمد كريكه وان شاء الله هي حاليا دلوقتي عند الموزع وان شاء الله باذن الله قريب هتسمعوه ان شاء الله باذن الله. حابب حاجه ثانيه يا استاذ شريف تقولها للفنان؟ ان شاء الله رب. حابب تسمع منه حاجه يعني؟ تسلم تسلم. الله يخليك يا استاذ شريف. عايزين بقى نسمع حاجه كده من الالبوم بتاعك اللي انت بتعمله الجديد. عيوني ان شاء الله. بس هو عامة الالبوم ولا لسه ده لسه بيجهز عامة ان شاء الله بس هيكون مفاجأة ان شاء الله باذن الله يعني. ومعانا اتصال استاذ محمد. للاسف الاتصال اتقطع. طب عايزين نسمع حاجة بقى من الفنان الجميل. عيوني ان شاء الله. حاجة بقى تسلطن. بس كده عيوني. بدار الله وفتحاني ومهما بخبي وجعاني من اصحابي وخلاني ودنيتي اللي ما عنداني وبقول جايز يحسوني ويرضوني ما يتكوش يضايقوني ورغم وجودي وياهم وعايش وحدة قتلاني وطلعوا فجأة مش مني وداسوا عدوا فوق مني وعيط واجرح النني وعمري ما قلت ياني لو قطعوني فاكرني هرجع وسامح
من تاني، سيبوني ربنا يا عني، محدش يبكي علشاني، وكل ما اقول هتتساوى يا جرح وبكره يتداوى، بيقلبوا الاسوى غباوه، واصرخ بصوت الحياني بدار الاه وفطحاني. الله عليك يا استاذ، الله عليك، الله عليك يا فنان. ربنا يخليك يا استاذ محمد. معانا اتصال، اتفضل. اهلا بيك يا استاذ اشرف، اتفضل. اشرف البحراوي مع حضرتك. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ اشرف. اهلا وسهلا بيك. والله انا بحيي اخويا رضا وبقول له ان ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله كده النجاح ان شاء رب العالمين. ربنا يخليك يا استاذ اشرف، ربنا يخليك، ويا رب من نجاح لنجاح بمشيئه الله وان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ اشرف، ربنا يكرمك يا رب. مش عايز اسمع حاجه من الفنان؟ والله انا اتمنى اسمع صوته بخير دايما، واتمنى ان اشوفه ناجح على طول ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب ان شاء الله يا استاذ اشرف، ربنا يكرمك يا رب. معانا اتصال استاذ احمد. يا استاذ احمد اتفضل. طب انا كنت يعني ما فكرتش تخش اي مسابقه اي حاجه؟ والله انا عامه ان شاء الله مشارك في مسابقه أرب ايدل ان شاء الله يعني قريب باذن الله، وكنت شاركت قبل كده برضو في مسابقه اكاديميه ستار سيزون، بس ده ما حصلش نصيب، انا اللي سبت البرنامج وطلعت. طب ايه السبب؟ هو السبب يعني كان العقد اللي ما بينه وما بين المخرج، ده كان السبب، فهو طلب شروط انا ما حبيتهاش، فما جيناش لبعض فطلعت. تمام. طب عايزين نسمع حاجه حلوه بقى تانية. حاجه حلوه تانية. حاسس بخنقه وضيق، حاسس ان انا بتهد، في ناس من براها بريئة بس من جواها تخد، ايه اللي حصل في الدنيا، حاسس ان انا موجوع، عمال بتعذب، ده انا بنزف من برا ومن جوا دموع، بعدك مش هيموتني، لا بالعكس ده انت حايتني، كل حاجة فيك ربطتني، خلاص قطعتها، انت بجد جرحك ليا، علمني معلمش عليا، ووقفني على رجليا، خلاص كلام انت، انا كنت بعتبرك بجد كتير علي، بس اكتشفت ان انا اللي كتير عليك، وان انت اصغر منك انت، تتسلى بيا، ده انا كنت نعمه كبيره ضاعت من ايديك، بعدك مش هيموتني، لا بالعكس ده انت حايتني، كل حاجه فيك ربطتني، خلاص قطعتها. شكرا. الله عليك يا استاذ رضا. الله. ومعانا اتصال. فنانة شمس اتفضلي. يا مرحب. احسنت يا نجم. الله يخليك يا استاذ شمس. مرحب بيك استاذ محمد. يا اهلا وسهلا بيك، ازيك يا استاذ شمس؟ والله انا بحيي اداره البرنامج ان هي بتجيب المواهب الشابه الجميله دي. الله يكرمك. ايه مش عايز تسمعي حاجه من الفنان بتاعنا؟ لا والله، يعني هو كل اغانيه حلوه، يسمعنا حاجه على ذوقه.
ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا استاذ شمس، ما شاء الله عليك يا نجم، والبرنامج منور بيك ان شاء الله. ميرسي يا استاذ محمد. الله يخليك، الله يحفظك، ليلتكم سعيده. الله يسعدك، احنا اسعد ان شاء الله. معانا اتصال استاذ محمد. يا اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. الاتصال اتقطع. نكمل حلقتنا. اتفضل يا استاذ رضا، عامل ايه؟ صحتك؟ والله الحمد لله يعني. كله تمام بخير. طب عايزين بقى نسمع حاجه من الزمن القديم. من الزمن القديم. من الطرب القديم. نسمع من الطرب القديم. عشان الحلقه بتاعتنا من الطرب. اكيد طبعا. عايزين نطرب المشاهدين. وهي طبعا احلى حلقه ان شاء الله، ونسمع احلى حاجه باذن الله. مع يا اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ احمد. ايوه اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. بمسى على حضراتكم سارة جميلة إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ أحمد. ربنا يخليك. أحمد كريكة الشاعر يا فندم. يا أهلا وسهلا، إزيك يا أستاذ أحمد؟ اتفضل، اتفضل يا ست الشاعر. ربنا يخليك يا فندم. الله يخليك. طبعا بحييكم طبعا، سارة جميلة إن شاء الله، وإن شاء الله. البحراوي طبعا من المواهب الكويسة. ربنا يخليك. انا اتشرفت ان انا اعمل له اغنيه ان شاء الله باذن الله يخش بيها. طب مع انك انت شاعر بقى وبتعمل الاستاذ رضا الاغاني بتاعته، فعايزين بقى ايه نسمع حاجه من حاجاتك يعني. انا ممكن اقول حاجه بسيطه مش هينفع طبعا اقولها كلها. الاغنيه بتاعته ان شاء الله بتقول: دنيا جراحه، دنيا دباحه، دنيا غداره يا بني ادمين، العيشه مرتاحه ولا صدق وصراحه، وكلنا جريناها ومش تركين. لا حلوه يا استاذ احمد، بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يبارك لك. ومن نجاح لنجاح ان شاء الله يا استاذ احمد. الله يخليك. نشوف حاجه بقى. استاذ احمد معانا اتصال من استاذ احمد، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد. يا ريت توطي الصوت اللي جنبك يا استاذ احمد. استاذ احمد. والاتصال اتقطع. نسمع حاجه بقى من الطرب القديم. نسمع من الطرب القديم. عشان الحلقه بتاعتنا من الطرب. اكيد طبعا. فعايزين نستمتع مع المشاهدين ونمتع المشاهدين كمان. اكيد طبعا. أما براوة براوة، أما براوة، دور حبيبي تراوة، آخر تراوة. أما براوة براوة، أما براوة، دور حبيبي تراوة، آخر تراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة، يانا أروح له ولا أروح أشرب حدانة، أروح له ولا أروح وبلاش شقاوة. أما براوة براوة على الشقاوة، حبيبي لما لقاني مرت قباله، شال طرف شاله سقاني بطرف شاله، حبيبي لما لقاني مرت قباله، شال طرف شاله سقاني بطرف شاله. طرف لي يا عيني يا عيني بس بهداوة، أما براوة براوة على الشقاوة. الله عليك يا استاذ رضا، الله عليك. لا حلوه. اتفضل معانا اتصال من استاذ رمون. اتفضل يا استاذ رمون، يا اهلا وسهلا بيك. انا شاعر، ممكن تديني الفرصه من خلال برنامج الجميل؟ طب وطي الصوت عندك شويه يا استاذ رمون. كده كويس؟ اه ان شاء الله. ممكن اقول تسمح لي من خلال الشاشه المحترمه دي اقول بتنجح؟ اتفضل اتفضل. بصراحة يعني البرنامج جميل، وحضرتك ما شاء الله، وضيف حضرتك يعني ما شاء الله، ربنا يحفظك. يا رب انا وانت يا استاذ رمون.
إداري في كام ضحكة. تعالى قصادي كلمني وقول لي أنت ليه بتخاف وليه بتداري أحزانك ومش عايز ما فيك يتشاف. تعالى قصادي كلمني ده قلب الزعلانين شفاف. بيضحك مهما زعلناه ومهما تخاف راح يظهر في ضحكك آه. دمع يا قلبي وقول كمان. بس مين يا قلبي يحس بيك ومين يسمعك في المكان. دموعك يا قلبي بتحكي على اللي فيك. بس مين يا قلبي يحس بيك. الله عليك يا زرمون. الله عليك الله عليك. ونشكرك يا زرمون. طب نسمع حاجة بقى لأستاذ زرمون؟ نسمع حاجة طبعا. حاجة صغيرة كده؟ ماشي. نسمع حاجة إيه؟ بس شعبي بقى. الله في سما حالف يا دنيا لك سبيك مهما افتريت علي هعند واتعبك. الريح صحيح جامدة وعفية بس انا زلزال وقادر اي حاجة هداها. ما جيتش بمعلقة فضة ولا وارث فلوس بالكوم. يا دوب يومي بيتقضى ومكمل عشايا نوم. وحبل الدنيا متربط وتقل الحمل عجزني سنين وانا فيها بتخبط. لا بإيدي ولا بذنبي. الله في سما حالف يا دنيا لك سبيك مهما افتريت علي هعند واتعبك. الريح صحيح جامدة وعفية بس أنا زلزال وقادر أي حاجة هداها. الله يخليك يا رضا. الله يحفظك. ده من المواهب الجميله جدا ومواهب السعاده ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ محمد وربنا يوفقك. ومعانا اتصال استاذ وليد من الجيزه. مرحبا يا استاذ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ممكن بس احيي الفنان؟ اتفضل اتفضل. ربنا يخليك يا رب. تسلم يا استاذ وليد. ايه يا فنان الصوت الجميل ده فنان. ربنا يخليك. تسلم يا رب. ربنا صوتك جميل والله. ربنا ممكن بس اسمع الاغنيه بتاعت احمد شيبه؟ عيوني. طب اي اغنيه تسمع لاحمد شيبه؟ اكيد عنده حاجه معينه يعني بيحب يسمعها. لا انت يا زهر. لا انا هسمعك حاجه لاحمد شيبه. معلش عشان انا مش حافظ اول لعبت يا زهر. بس انا هسمعك حاجه لاحمد شيبه حلوه برضه. ماشي ماشي يا سري. يا عالم ربنا ما جيتش مرة زعلتي حد. بعمل مش هنا مش هنا. لو جه في مرة ظلمني حد لا كلام هينفع ولا الندم أصبح يفيد. إلزم حدودك لو قصاد نسر الصعيد. ألف شكر للظروف والأيام خلتنا أشوف. يوم ما هفتح الدفاتر مش هخلي لحد خاطر. واللي عنده حساب يجيبه واللي وقت الشدة سابني يوم هيقعد ويحاسبني وحقي هاخده انا مش هسيبه.
الأيام بتروح وتيجي واللي عايز بكرة يجي مش هيلاقي غير مفيش واللي ناس عميله فيا ليه عندي مفاجأة وهدية والجميل ما بيتنسيش يا عالم ربنا ما جيتش مرة زعلت حد. الله يخليك يا استاذ رضا. ربنا يخليك. طبعا استاذ احمد شيبه من الناس المحترمه جدا، فنان عظيم جدا جدا. ده انا بعزه طبعا استاذ احمد شيبه بجد، واغانيه جدا كلها جميله وانسان محترم ومستاهل كل خير بصراحه والله بجد. فطبعا عايزين نسمع حاجه بقى للوطن، حاجه لمصر، انها طلعت مواهب زي حضرتك. مصر دي حاجه جميله جدا. عايزين نسمع لها حاجه كده تكون انت حافظها. حاجه حافظها لمصر. طيب كوبليه صغير كده. ماشي. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا بلادي يا أحلى البلاد، يا بلادي بلادي يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. الله عليك يا أستاذ رضا، ربنا يوفقك يا رب دايما. ربنا يخليك يا رب. ومعانا اتصال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد باشا، عامل ايه يا باشا؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بيك. مين معانا؟ كل تحياتي للفنان اللي جنبك ديت، والله اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله. ونشكر حضرتك. حضرتك منين ولا مين؟ ربنا يخليك يا رب. ربنا يحفظك يا رب. يا رب. كل تحياتي للفنانين زي حالتك والله. ربنا يخليك يا رب. تسلم يا رب. يا رب ربنا يحفظك، وبنشكرك جدا جدا. ربنا يخليك يا باشا، والله انا متابع برنامجك استاذ محمد من فتره كده، متابع برنامجك على طول والله. ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب. والحمد لله انا وصلت لك النهارده. الله يخليك، الله يحفظك. الله يخليك. الله يكرمك. مش عايز نسمع بس الفنان حاجه كده لصعب صغير ولا حاجه كده. الفنان الموهوب بتاعنا يعني؟ اه. عيوني حاضر. نسمع حاجه بقى للفنان سعد الصغير. ما تفرحوش فيا كده حرام عليكم، انا ما استاهلش كل ده حرام عليكم، بكره السنين تعلي فيكم والدنيا هتروح من بين ايديكم، ما تفرحوش فيا كده حرام عليكم. شكرا. الله عليك يا استاذ رضا. الله يكرمك يا رب، ربنا يوفقك دايما كده من نجاح لنجاح ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ محمد، ربنا يخليك يا رب. طب عايزين بقى نعرف مين يعني اللي واقف جنبك في المشوار الطويل ده. والله اللي واقف جنبي بصراحه يعني هم اصحابي برضو، يعني هم بجد هم اللي واقفين جنبي دايما على طول، وزي ما قلت لك برضه في الاول وفي الثاني وفي الثالث والدتي ربنا يبارك هي الخير عليا في كل ده، ودعوتها هي والوالد هم اللي موصلين المكان اللي انا فيه حاليا دلوقتي. ربنا يخليهم لك يا رب ويحفظهم لك. ربنا يخليك يا رب. ونشوفك دايما من نجاح لنجاح دايما ان شاء الله. وانا حاليا دلوقتي بهدي الاغنيه ديت لست الحبايب ان شاء الله، وبمناسبه برضه عيد الام اللي هلل علينا باذن الله ههديها الاغنيه الجميله دي ان شاء الله. طب يا ريت نسمع. فين الحنان اللي تساوى بحنانك؟ فين يا غالية عندي يا أمي وأغلى من سواد العين؟ أحلى حروف الكلام لما بقول يما، ده انت النعيم والرضا والحضن واللمة. أحلى حروف الكلام لما بقول يما، ده انت النعيم والرضا والحضن واللمة. فين الحنان اللي تساوى بحنانك؟ فين
يا غالية عندي يا أمي وأغلى من سواد العين. قلبي اللي حبك يا أمي أنا أتمناه يكون أربع. فين الحنان اللي تساوى بحنانك فين؟ يا غالية عندي يا أمي وأغلى من سواد العين. شكرا. الله عليك يا أستاذ، الله عليك، الله عليك يا فنان. ربنا يخليك يا أستاذ محمد. وكفر الشيخ طبعا منورة بيك والأهلية. ربنا يخليك، ده أنا نوري بحضرتك والله وشرف ليا بجد إن أنا أطلع مع حضرتك النهارده. طب عايزين حاجة منك بقى حلوة نختم بيها البرنامج قبل ما نختم البرنامج. ماشي. اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاش، وهو دلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش، حتى ازيك مستكترها مستخسرها ما بيقولهاش، اللي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش، شفتوا ازاي في قلوب خاينين، شفتوا ازاي ما فيهمش حنين، شفتوا ازاي في قلوب خاينين، شفتوا ازاي ما فيهمش حنين، وانا من حيرتي ولهفة قلبي بظلم بس قلوب تانيين، حتى ازيك مستكترها مستخسرها ما بيقولهاش. شكرا، تحياتي. الله يخليك. وخلصت حلقتنا، نشكركم وخلصت حلقتنا، وانتظرونا يوم الاثنين القادم ان شاء الله مع حلقه جديده من برنامجكم عزومه بيتي.